الصالون الوطني للكتاب بقسنطينة محطة من المحطات التي قررتها السيدة وزير الثقافة والفنون دكتورة سوريا ملوجي من سلسلة المعارض الوطنية التي تقام من نهاية السنة، ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز وتشجيع المقروئية وكذا إيصال الكتاب إلى القارئ القسنطيني والقارئ الجزائري عموما. استطعنا أننا نوفر حوالي 60 عرض في هذا المعرض في دار الثقافة لمالك حداد لولاية قسنطينة. راح يكون الجمهور العريض راح يكون على موعد مع جميع الميادين فيما يخص الطباعة، فيما يخص الكتابة، فيما يخص كتاب الطفل، فيما يخص جميع الميادين. دونك نرحب بهم، مرحبا بهم في هذا المعرض الوطني. نشارك في المعرض الوطني بولاية قسنطينة بالكتاب القانوني، وخاصة ان متوفر لدينا اكثر من 350 اصدار في التشريع الجزائري. الحمد لله يعني لاباس، المعرض في حركة شوية خاصة اول يوم، ونتمنى التوفيق باذن الله في المراحل القادمة.